الواحد يفكر لحظة ان هو يتبع اخر نبي نزل لهذه الارض كي يدخل الناس جميعا الجنة وهو ماشي في الطريق ده، ده انت هتشعر. انا بقول انا ظني ان دين الاسلام ممكن الانسان يبقى من كتر ما هو فرحان وملتزم بتدينه يعني يقاوم الفخر والعزة والعلو اكتر بكتير جدا من 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 اي حاجة تانية. يعني هو يدعوك دائما ان انت ان انت تكون اعلى، وانتم الاعلون وانتم الاعلون، اليد العليا خير من اليد السفلى، المؤمن القوي خير وافضل واحب الى الله من المؤمن الضعيف. انت بتتكلم ان دائما انت يعني انت بتغير. كنتم خير امتي اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، تأمرون انتوا بتأمروا، تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر. لا ما تعملش كده. يعني الواحد بيمشي في الشارع يلاقي حد بيعمل حاجه غلط، ايوه انا بنزل وادخل على واحد ما اعرفوش اقول له انت بتعمل ده غلط، ولا يجرؤ ان هو يقول لي مالكش دعوه، لاني ليا دعوه، ولو قالها هرد عليه الف رد، لان انا ليا دعوه. انا فعلا يعني انا احيانا بتبقى متضايق جدا من فكره ان حد يجي يقول لي ايه. يعني دي نفسيه برضو بصراحه كارثه، اللي هي يقول لك ايه اصل انا بصراحه ما قدرتش ما بديش ايدي واتكسفت. كسفت من ايه؟ يعني ما تتكسفش. انا مش محتاج ان انا اتكسف من ديني، انا ديني ومفترض ان انا ده اعلى حاجه، اعظم حاجه، احسن حاجه، فعشان انا اتكسف تماما تماما لازم تكون معتز بكل تفصيله من تفاصيل دينك بلا استثناء، حتى لو كانت مش عاجبه الناس، حتى طبعا لو مش عاجبه الناس.